اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده كالعاده مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيشوفونا، بتكون فقره تدريبيه تعليميه لكل المبتدئين في المطبخ. عايزه تخش المطبخ بنوته حلوه لسه مبتدئه وعايزه تعمل طاجن باميه باللحمه الضاني وتقول لها اتعلمت منك يا ماما الاكل الحلو ويبقى طعمه حلو ازاي، هنعمله النهارده مع بعض بالتدريب ونشوف ازاي اللحمه تستوي بتبقى ملبسه كده وطريه مع الباميه، ما نعرفش طعمها من طعم الباميه، الباميه واخده من اللحمه واللحمه واخده من طعم الباميه. معانا النهارده المافن بالخضار. انا بحب المافن ده ليه؟ بريح راسي كده، باخد مافنايه واحده بس فيها كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير حسب الاعمار. هيبقى فيها تشكيله من الخضار، بيض، بيكنج باودر، فليفر زي ما احنا عايزين، زعتر، بهارات عربيه شرقيه، الاختيار ليكي. الحلو النهارده برضو بسيط وسهل، قبل البرتقال والاستفندي ما يودعنا هنعمل مهلبيه البرتقال بتكنيك عالي بطعم جوز الهند. ممكن تاخد قرفه ناعمه، ممكن تاخد حبهان زي ما احنا حابين، هنشوف نعملها مع بعض ازاي وتبقى موجوده عندك في الثلاجه لاولادك الصغيرين للاطفال الحلوين، طبق فطار الصبح بالليل كده وهم قاعدين بيذاكروا مفيش اي مشكله. حلقتي فيها تفاصيل كتير، فيها فقره تعليميه للمبتدئين في المطبخ، ممكن نعمل المافن بتاعنا بالفراخ، نعمله بالجمبري، نعمله باللحمه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مش عايز اطول على حضراتكم لان الشغل كتير النهارده وفي تدريب وفي كل اجابه اسئله اللي بتواجهنا طبعا على السوشيال ميديا، من خلالها بناخد الاسئله كلها وبنحصرها وبنفلترها وبنجاوب عليها منها النظري ومنها العملي. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوا الشيف المغازي. شكرا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف خط سير الحلقه هيمشي ازاي. ماتيريال بتاعنا معانا فريق الانتاج، فريق التصوير والاخراج، نشوف مع بعض مشترياتنا ايه. معانا باميه، الباميه دي مجمده على فكره وانا اتعمدت اجيبها مجمده علشان نعرف ازاي كمان نشتري الباميه. الباميه بالذات لما تتجاب من السوبر ماركت المجمده وتلاقيها سودا اعرف ان هو الكيس ده فك، يعني فك من التلاجة والكهرباء فصلت أو طلع برة التلاجة ورجع تاني، فعملية التبريد هنا عملية سيئة، فلازم البامية يكون لونها أخضر في التخزين تستخدميها. مش أخضر يبقى هي هنا منزلة السوس بتاعها أو الجوس بتاعها والمية بتاعتها، فلازم يكون بالخضار ده لو بتشتريها إيه مجمدة طازة. طبعا هي كده تبقى خضرة وزي الفل، بتقمعيها وتبقى معانا نستخدمها زي ما احنا حابين. معانا لحمة كندوز نسبة الدهون تقريبا فيها 50% أو 40%، هي حتة ملبسة شوية أو ممكن تكون ضاني. معانا بصل ومعانا توم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وما ننساش طبعا الفريفر اللطيف الجميل للبامية، الكزبرة الخضراء والكزبرة الناشفة الاتنين مع بعض ومعلقة سمنة بلدي. هنبدأ نشتغل مع طاجن بامية باللحمة الضاني بعد ما شفنا المقادير على الشاشة. بناخد بصلاية بنقطعها كده مكعبات صغيرة، أنا شخصيا بحب البصل في الأكل بس ما يبقاش باين خاصة لما يكون طاجن بامية. بصلاية تقطع ناعم صغير كده بالشكل ده كده، نتعلم نمسك السكينة واحنا بنقطع، مهم جدا عشان برضو إيدينا ما توجعناش على مر الأيام. بس المسكة اللي أنا ماسكها دي كده ما يبقاش صباعك على ظهر السكينة، مع الوقت هتلاقي صباعك ده لوحده كده مش بيتألم طبعا وفي مشاكل. اهو شفت ماسكه ازاي؟ بالراحه خالص كده من غير ما تعوري ايدك، تلاقي البصلية كلها نازله كلها زي حبايه الايه السمسم. حلو الكلام. زي الفل، دي كفايه اهو. هناخد البصل ده كده، هنستخدم ايه ماده دهنيه؟ حلو الكلام، سامع عنها. زيت زيتون ماشي، زبده ماشي، سمنه بلدي ماشي، انا هستخدم الاثنين، معلقه زيت مع معلقه سمنه. بصلايه تتحمر في سمنه بلدي معلقه زيت فص ثوم، البصلايه تاخد لون. حلو الكلام. بس تاخد لون ايه المشكله لما تاخد لون مع لحمه ملبسه؟ تقوم اللحمه تاخد من البصله والبصله تاخد من اللحمه بالشكل ده كده. شايف دم اللحمه ده كده يا شفيق؟ ايه ده؟ حته اللحمه دي يا اخوانا ما تتغسلش بعد التقطيع، تتغسل قبل التقطيع. حذاري تقطعي لحمه بالشكل دي وتغسليها بالميه، حلو بتاذيها كده، خلي بالك لازم الحمار بتاعها ده والجمال بتاعها ده. حته لحمه لطاجن الباميه الملبسه نسبه الدهون فيها عاليه شويه، معلش سامحونا، الباميه بتحب اللحمه الملبسه. ما تتعملش في فراخ يا شفيق، بقول لي ممكن نعملها في فراخ.
يعني ممكن تتاكل بالفراخ البابي بس مش لها طعم يعني، انت عارف تاخد مسكينه ضعيفه فقيره الدهون فقيره الطعم. نجيب العدس المصري بتاعنا اللي العالم كله بيشجو بيه، العدس المصري اللي هو الاصفر عشان نعملها حلوه. العدس ده يتغسل مره اتنين تلاته نصفيه كويس، نحطه على جنب. بصله وتومه اللي انا قطعتهم من شويه يحمرهم شويه وننزل عليهم بالعدس والميه. طبعا بندعمهم بجزرايه حلوه طماطمايه ونسيب كل ده يغلى على النار. والجزر والطماطم ده اختياري ولكن انا شخصيا مش بحبه. ليه؟ انا بحب العدس يبقى هو البطل في الطعم كده. بعد العدس ده ما بيستوي بنضربه في الخلاط او بنهرسه جامد، وبعد كده بنعمل الطشه بتاعته، فص توم حلو كده ومعلقه سمنه حلوه من ايدك، وبعدين تنزلي الشوربه عليها وتقلبيها بالف هنا وشفا. عايزه تعمليها بالشعريه اهلا وسهلا، عايزه تعمليها بالرز حط شويه رز في قلبيها اهلا وسهلا، تعملي فتة العدس برضو اهلا وسهلا. احنا طبعا اللحمه بتستوي عندنا ما ينفعش انزل عليها الباميه خالص غير لما اللحمه تستوي بالشكل ده كده. معانا شوربه بتغلى على النار، بوكيه جرنيه كده من الشوربه، او عندك شوربه لحمه مفيش مشكله اهو. يلا اهو اهو. ايه التركايه هنا بقى؟ انا لو حطيت صوص طماطم دلوقتي على الباميه على اللحمه، اللحمه دي مش هتستوي بسرعه. وجود الطماطم وصلصه الطماطم على حته لحمه بتستوي بتعرقل عمليه السوى. مدرسه المطبخ بتقول كده مع المغازي، عايزه اللحمه تستوي بسرعه بالطريقه دي. بعد بتشوحيها على النار مع بصل وتوم، بتحط عليها ميه بتغلي، تقوم تغلي في الوقت كده بالشكل ده كده. هغطيها خطوه خطوه مع بعض، تقوم اللحمه هنا بتستوي بالشكل ده كده. وهي بتستوي اللحمه بنجهز احنا صوص الطماطم بتاعنا اللطيف الحلو. بتكون طماطم مضروبه في الخلاط او انك بتعصريها او بتبشريها زي ما انت عايزه حسب الرغبه، ولكن ان انا اغطي اللحمه بتاعتي على النار دي بيخليها طبعا تستوي بسرعه. نخش على اللي بعده عشان نكسب كل دقيقه من وقتنا. هنخش على مقادير المافن. ازاي اعمل مافن بتشكيله من الخضار وهيعجب الاطفال الصغيرين وكمان كبار السن بما يحتويه طبعا من قيمه غذائيه عاليه جدا. مقادير وخضار مشكل قدام حضراتكم، كوسه وجزر وبطاطس وبصل وتوم في المقادير، وهنحط طبعا بقدونس ناعم مع البهارات بتاعتنا ملح وفلفل والبيض ده اساسي طبعا والدقيق اللي هي مقادير المافن. نشتغلوا مع بعض بسرعه كده. اول حاجه بنقلب البيض مع بعضه، نشوف مع بعض مقادير المافن. كوسه، جزر، بطاطس، بصل، كل ده يتقطع مع بعضه مع الدقيق والبيكنج باودر. ممكن نضيف شويه جبنه لتشكيله الخضار حسب الرغبه. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. البيض هنا بتخفق لوحده طبعا مع شويه فلفل اسود مش فانيليا، خلي بالك ايدك واخده على الفانيليا علشان الزفاره بتاعه البيض. لا احنا هنحط هنا ملح وفلفل. ده الملح والفلفل الاسود على البيض وشويه الزعتر على البيض كده، ما فيش زفاره للبيض. انا بعمل مافن. واحده واحده، الاطفال بيحبوا الحاجات ديت لان الطفل طبيعته يعني ما بيحبش الايه الحاجات الكتيره تبقى على السفره. نقلب دول مع بعض بمضرب. بيض، زعتر، يلا يلا. في سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، ينفع احط نسكافيه على زفاره البيض بدل الملح والفلفل؟ لا ما ينفعش. اذا انا بعمل حلو لازم فانيليا، اذا بعمل مافن حوادق بالشكل ده كده او بدخل البيض في حادق في حوادق استخدم الملح والفلفل والبابريكا والزعتر. احط فص ثوم، احط بصلايه مفرومه ناعمه واحده واحده كده اهو، وما ننساش نحط عصره ليمون كمان بطعمه انا. حلو الكلام، وانا شغال واحده واحده ونقلب دول مع بعض. نقف محطه هنا بقى، انا محتاج للسوائل هنا يا اما حليب يا اما ميه، فانا ادعمه بايه؟ ادعمه بحليب حسب الرغبه. عشان كده باجي عند حاجه وبقول دي اختياري. شويه حليب على البيض، حلو قوي. بما ان انا حطيت شويه حليب بحط كمان معلقتين من الزيت كاني بعمل كيكه يعني. زيت عادي. زي الفل تمام. ده الخليط السائل اللي انا هدخل عليه دلوقتي بقيه المواد، كل دول جاهزين مع بعض. ونركز شويه على ان احنا تكون السفره بتاعتنا فيها كل انواع الفيتامين في الاكل، يعني ما اكلش فول وبس، ما اكلش مافن وبس، يعني الاكله يبقى فيها كل العناصر الغذائيه. انا حطيت الدقيق اهوت
اه حلو، الله عليك يا استاذ رحاب. في مشروب انا مسميه مشروب المغازي لعلاج الانيميا او وداعا للانيميا، اللي هو عباره عن بنجر وعصير برتقان وجزر، كل دول مع بعض بينضربوا في الخلاط وتحط له عسل بدل السكر. موجود معانا، انا الخليط ده جاهز اهوت. يبقى انا كده بس واحده واحده مع الساده المشاهدين، المافن بتاعي قلبت البيض مع الزيت مع البهارات مع بصل وتوم، وشفنا حطينا ملح وفلفل وبابريكا، ده الاساس. الخضار بقى اختياري، معانا نحط جزر، نحط شويه كوسه، الله عليك، نحط شويه بطاطس مبشوره، اه جزر كوسه بطاطس مبشوره بالشكل ده كده. طب مش عايزه كوسه ما تحطيش كوسه براحتك، ولكن انا بحب دايما كل تشكيله الخضار. ممكن تحط بنجر في قلب الخلطه دي اللي عنده مشاكل الصحيه، البنجر مفيد جدا على فكره. اهو شفتي ده المافن بتاعنا. اهو ناخد الخليط ده، عينيا ناخد الخليط ده كده زي ما هو. اهو وقفه صغيره هنا بقى، عايزين نعمله بالفراخ، معانا صدور فراخ هنقطعها ونحطها في قلبه. عايزين تعمليه باللحمه المفرومه، هتحطي في قلبين اللحمه المفرومه. عايزه تحطي شويه سجق، اهلا وسهلا. تجيبي كبد فراخ تشوحيها وتحطها معاها، اهلا وسهلا. اه ده المافن بتاع المغازي. اه زي ما هو كده، معايا القوالب بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي عينيا، حاضر. اه القوالب معانا اهي، بس نوريها للساده المشاهدين. اه كانك بتعملي كب كيك. اه المافن بتفاصيله باسراره بتركاته معانا، شفنا المكون بتاعه بالشكل اللطيف، معانا القوالب بتاعته. ممكن تعمليه قالب كده مختصر او صينيه كبيره مفيش مشكله، بس هو ده افضل عشان الاطفال الحلوين. هستاذن حضراتكم واطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف اسرار عمل المافن بتشكيله من الخضار للاعمار المختلفه. معانا طاجن باميه باللحمه الضاني، ما تنسوش المهلبيه النهارده، مهلبيه البرتقان. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والتوزيع بالتساوي. حلو الكلام. لما نيجي نحط المافن في القوالب بتاعته لازم التلتين والتلت فاضي، يسيب كده التلت فاضي علشان الخضار ده بالمكونات بتاعته يفرد عضلاته، يعني ايه يطلع لفوق كده ويلاقي مكان بالشكل ده كده. اهو بسم الله ما شاء الله، ايد الشيف مباركة، الكمية على القد. اهو زي الفل. هناخد المقادير دي كلها يا عم الشيف، مأمن على الفرن بتاعك درجة حرارته 180، ده الأساس. اه على فكرة الوجبة دي تنفع للأطفال الحلوين فطار، بالليل كده قاعدين بيذاكروا، نخبط على الباب صباح الخير يا بنت، صباح الفل، مساء الخير، ده مع كوباية عصير حلوة كده ياخدوها معاه المدارس برضو الصبح وهم قاعدين كده ايه بيراجعوا دروسهم، تبقى لطيفة وحلوة. مكانها فين دي بقى؟ هو ده الكلام. درجة حرارة الفرن عندي 180، حلو الكلام. بننزل الشبكه دي في النص تقريبا بالشكل ده كده، ولازم الفرن يكون درجه حرارته 180، وبندخلها الفرن لمده تقريبا 15 دقيقه. كانك بتعملي كب كيك، ولكن ده مختلف شويه، في الفليفر وفي الطعم، في تشكيله من الخضار، في طبعا الجزر، في الكوسه، ما تنسيش الفليفر بتاعنا، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر. انا خلصت كده من المافن بتاعي، تعالوا نشوفوا ايه قصه اللحمه هنا. اللحمه هنا استوت، ما خدتش وقت لان انا مش قافل المسام بتاعتها. مدرسه المغازي بتقول اي طماطم، اي معجون طماطم لو بتسلقي لحمه ما تحطهوش في الاول غير لما اللحمه تقرب تستوي خلاص، تقوم اللحمه تشرب من الفليفر والطعم بتاع البهارات. اه بالشكل ده كده. ونحط هنا الايه البهارات بتاعتنا، الباميه بتحب الكمون، نحط لها شويه كمون حلوين. طبعا هنعملها طشه الكزبره، فلفل وملح اسود، ده اساسي، سوري، فلفل اسود وملح معانا في المقادير اهو. حلو. كمان شويه بابريكا، انا بحب دايما الفلفله الحلوه في الاكل بستخدمها على طول، بتدي طعم. حلو. ودايما اقول لك البهارات من بين اصابع ايدك انت، ده اللي بيميز الاكل. ما تجيبيش البهارات اللي هي متركبه وجاهزه، دي انا مش بحبها. بنحط الطماطم زي الفل، ننزل الباميه بقى تستوي مع الطماطم. اه عملت طاجن باميه زي الفل، الشوربه بتاعته اهيت جاهزه. ننزل بالباميه بتاعتنا،
اخواننا الشوام اللبنانيين والسوريين بيمسكوا البامية دي يحمروها في قلب الزيت تبقى عاملة زي الفوزدو حلبي بامية، وبعد ما تتحمر في الزيت تنزل على الخلطة اللي انا عملتها من شوية اللي هي اللحمة مع الطماطم كل ده مع بعض. يخنة البامية باللحمة الضاني او طاجن البامية باللحمة الضاني، ونسيبها تغلى على النار بقى براحتها، البامية تدوب مع اللحمة زي الفل. نغطيها ولا ما نغطيهاش؟ اساسي طبعا هنغطيها، بس تاخد غلوة قدام عينينا كده زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل حاجة لطيفة النهاردة. الحلو بتاعنا، الحلو مهلبية البرتقان، مقاديرها بسيطة وسهلة على الشاشة. الميزة في الحلو ده ان هو طبعا غني بفيتامين سي، وكلنا عارفين فيتامين سي مفيد جدا، بيقوي المناعة وبيلعب دور مهم جدا في تنشيط الدورة الدموية. والميزة في فيتامين سي بيحب طبعا كل يوم يصب على الجسم ايا كان، حتى لو احنا بنشرب فيتامين سي ده في اليوم 10 مرات، ولكن لازم كل يوم الصبح نصبح على الجسم بفيتامين سي، يا اما عصير برتقال يا اما عصير يوستوفاندي. معانا عصير برتقال، معانا جوز الهند، معانا نشا، معانا سكر وبشر البرتقال او اليوستوفاندي، بس اللي معايا ده بشر اليوستوفاندي مش البرتقال. ليه يا شيف؟ انا عايز الفليفر والطعم بتاع اليوسفي بيبقى قوي شويه. انا خدنا عصير البرتقال وجبنا يوستوفاندي بشرناه وخدنا المبشور بتاعه. دي التركايه بالشكل ده كده. وعندنا الاستوفاندو بالبرتقال بتاعنا، مش عايز اقول لكم يعني حاجه جميله جدا. زي الفل. باخد عصير البرتقال ده كده، هل بننزل بيه هنا زي الفل، بنخلي شويه نحط عليهم النشا بتاعنا لان ما ينفعش ننزل بالنشا على ميه سخنه، ونقلب النشا ده كده. اللهم صل على النبي. اهو بالشكل ده كده يدوب النشا الاول، ونسقطه على البرتقال اللي بيغلي. نحليه بقى بسكر ولا بعسل؟ للأمانة يعني أنا الحلو المهلبية بالذات بحب سكرها قليل جدا، بعتمد على السكريات اللي موجودة في البرتقال. لو البرتقال سكري وزي الفل وطعمه سكري بتستخدمي السكر. برتقال اللي هو بتاع العصير بتلاقي فيه مزازة شوية ممكن تستخدمي عليه عسل أو سكر زي ما أنت عايزة. شايفة النشا بالقوام بتاعه؟ بسقطه كده. حلو، وتسيبه على النار يغلي. طبعا خلي بالك المضرب اللي تستخدميه هنا ما يكونش عدى على بصل ولا توم ولا عملت بيه بشاميل قبل كده ولا حاجه. شايفين اللون والحلاوه؟ عينيه. زي الفل. عايز اقول لك على حاجه حلوه بقى، لما تيجي تعملي المهلبيه بالذات تخليها تغلى على النار، لانك انت لو شلتيها قبل ما تغلي من على النار وحطيتها في الثلاجه ما بتضمنيش ان ممكن هي تتجمد وتطلع ماسكه نفسها وما تعرفيش تاكليها، فلازم تاخدي القوام بتاعها وهي موجوده على النار. بننزل بجوز الهند ونخلي شويه نزين بيهم الاطباق بالشكل ده كده. انا من الناس اللي بيحبوا جوز الهند تستوي مع المهلبيه عشان ما احسش بطعمها ان هي مخرزه كده تحت اسناني، تبقى طريه اهو، تاخد غلوه كده اهو. حتى لو بتعملي بسبوسه، مقادير البسبوسه بتبقى مثلا ايه 3 كوبايات من السميد الناعم، بياخدوا كوبايه زبادي، بياخدوا كوبايه جوز الهند، كوبايه سمنه بلدي، بننزل بالثلاث ارباع والخل الربع نحطه على الشربات بتاعها، بتاخد معلقه بيكنج باودر. يعني حط جوز الهند على السميد وتقلبيه يقوم يدوب مع السميد ويبقى طري في قلب البسبوسه دي كده. خلينا نقرب كده لينا اهو بالشكل ده كده. طبعا ده لازم يغلي. بننزل بالسكر. شوف الباميه، الباميه بتقول لي انا بغلي، بصي لي ما تنسينيش. شفت ازاي بدات الطماطم وبدات الباميه كل ده يستوي مع بعضه؟ التكنيك العالي اللي عمل طاجن الباميه ده، اللحمه تستوي زي ما شفنا مع بعض كده، استوت اللحمه ننزل عليها بالطماطم. حلو، ومع والباميه تنزل كله مع بعضه. نبص عليها كده، ايه الاخبار؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طماطم طازه
بس خلونا بقى نعمل ايه، نحط معلقه سكر. شوف المغاز دايما بيحط معلقه سكر على الطماطم. علل ولماذا؟ علشان السكر بيشيل الحموضه بتاعه الطماطم. عصره الليمونه يا استاذه على الباميه بعد ما تطلع من النار عشان ما نكسرش فيتامين سي اللي موجود في الليمون. اهو معلقه سكر حلوه، سكر على الباميه جربي وقولي لي، علشان الحموضه بتاعه الطماطم. جوزك عنده مشاكل مع القولون، عنده ارتجاع مريء، ما تعملش حرقان على القولون بتاعنا واحنا بناكل، خاصه بيتزا مثلا بتحط معلقه سكر مع صوص الطماطم، شوربه الطماطم حط معلقه سكر، مفيش مشكله. اه السكر في الطماطم بيشيل الحموضه بتاعتها. آه. ونسيبها تغلى على النار. نبص على المهلبيه. آه. زي الفل. آه. واحده واحده. اه حاجتك على النار زي الفل. اه تقليب مستمر. اه بالشكل ده كده. اه طبعا عدل الباميه شويه رز ابيض، للامانه لازم يكون معانا رز ابيض او رز بالشعريه بالشكل ده كده. انا شخصيا بحب الرز بالشعريه مع الباميه. آه. والشعريه تبقى اكتر من الرز، دي طبيعتي لما بنيجي ناكل باميه، بحب الشعريه مع الرز او الرز مع الشعريه. اه ويتعمل بسمنه بلدي كده وبيبقى لطيف وحلو. نجهز الكزبرة الخضراء بتاعه البامية، نعمل لها طشة لطيفة كده مع بعض. اه مطبخك يبقى رايق وزي الفل. ادي الكزبرة الخضراء، انا شخصيا بحب الكزبرة الخضراء مع البامية. اه الكزبرة تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. حبايبي اللي بيستخدموا الكزبرة الخضراء في طبخة لبن، في بطاطا حارة، في طاجن بامية زي اللي بعمله دلوقتي، الكزبرة الخضراء لا استخداماتها. خلوا بالكم اخواننا في المكسيك ما بيحبوش البقدونس، الاساس بتاعهم الكزبره الخضراء في كل الاكل. احنا بنستخدم الكزبره الخضراء هنا في المناسبات. الكزبره الخضراء دي على فكره مهمه جدا ومفيده جدا وبتنافس الكرفس في الطعم، بس اغسليها قبل التقطيع مش بعد التقطيع زي ما انا عملت دلوقتي. الباميه طبعا بتغلى على النار واصبري عليها، دي لازم تتسبك وتبقى الدمعه كده مع الباميه، والباميه تاخد من اللحمه واللحمه تاخد من الباميه. هنطلع فاصل صغير، بس قبل الفاصل استاذن مخرجنا الجميل نبص على المافن بتاعنا ايه اخباره. بص عليه كده وخش بدراعك اليمين، ايه الجمال؟ مافن، يلا بص عليه دخيلك. هو ده الصوره الحلوه من الفرن تتحدث عن نفسها. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل شوفوا معايا طشه الباميه ازاي الشيف البغاز هيعملها وتخلي الباميه دي تتكلم مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقولوا معايا وانتوا قاعدين كده بتتابعوا القناه الاولى، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. طاجن بامية باللحمة الضاني على النار زلزال، ومعانا مهلبية البرتقان بتغلي ما بين ايد الشيف وخدت القوام. ايه والمافن، ايه الجمال والحلاوة دي، ايه الجمال والحلاوة دي على طبق زجاجي. اه ايه الجمال والحلاوة دي. اه اه شفتي؟ لا مش هنحط سكر باودر، انت مش معايا ولا يا شفيق؟ مخرجنا دي مش كب كيك، ده مافن هنحط عليه شويه قرفه نعمين او شويه بابريكا، مش حلو ده يتحطش عليه سكر باودر. عينك رايحه على السكر يا سكر، ايه الجمال والحلاوه دي. اه اه لسه ما خلصتش، ممكن نرش رشه قرفه. حلو، القرفه مفيده للجهاز القلب وكمان مفيده للمود، يبقى حلو. اه قرفه ناعمه، حلو اللي بيحب القرفه. تمام نبص على ايه تاني، في مهلبيه لسه هنا ناخدها كده. بصراحه انا عايز اغرفهم دول، عاجبيني قوي شكلهم في طبق حلو كده. اللهم صل على النبي. ميزه المهلبيه دي بقى قوامها على النار، انا اتحكمت فيه. آه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اه مهلبيه البرتقان يا استفندي يا ابن عم البرتقان، الله يرحمك يا استاذ فؤاد المهندس. هو ده على فين؟ جنب المافن. ألف هنا وشفا. دي بقى عينيا عينيا. الطبق ده بتاعنا بقى هجرنشه بالقرفة الناعمة. اللي ياكل من ده يدعي لي، بس القرفة تنزل على المهلبية وهي سخنة، يقوم تقلع ريحة القرفة. هو ده
زي الفل. بامية، بامية بتناديني لسه ما خلصتش البامية. ست الكل اللي كانت بتوصف الوصفة دلوقتي، الحمص دي فكرة حلوة اهو جاهزة. طاسة اخبار ايه؟ زي الفل. حالا يا باشا اهو تسخن عينيا سمنة بلدي من اللي جايباها حماتي اخر الاسبوع جاية تقضي اجازة مع ابنها، فجايبه لي سمنة بلدي. ما تحطهاش في الفريزر وتنسيها، لا لازم تستخدميها. فين التوم؟ التوم والكزبرة. تسيح السمنة يا ويلي يا ويلي. ننزل بالتومة، هو ده الشغل. ما تستنيش بقى على التومة لما تاخد لون وتمرر وتبوظ لك طعم السمنة خالص. ناخد الكزبرة الخضراء اهي. الله على الريحة الحلوة. لو بتعملها في الشقة دي زي الاستوديو بتاعنا ده كده دلوقتي، الريحة فيه بسم الله ما شاء الله. يا نعم، في سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، ينفع نستخدم الكزبرة الخضراء بدل السل القلقاس؟ ينفع. السل القلقاس بيحب الخضرة. ايه الجمال والحلاوة. ناخد بقى شوية من البامية دي كده، ناخد شوية من البامية دي كده تنزل هنا كده. يا ويلي ده المطبخ. شفت الريحه الحلوه دي؟ على فين؟ على فين تاني؟ ناخد الطاسه الحلوه دي كده. يلا العب. اللهم صل على النبي. خص الاكله وانا واقف معاك اهو. خش المطبخ زي ما انا دخلت دلوقتي كده، سمي بسم الله هتعمل لي الاكل اللي انا عملته. اللهم صل على النبي. باميه ولحمه ضاني، والباميه خدت من اللحمه. نغرفه بقى كده. على فكره عايزه تعملها طاجن، دخليها في، حطيها في طاجن فخار ودخليها الفرن. عايزه تقدمها زي ما هي كده مع الرز الابيض، ماشي. رز بشعريه، ماشي، ده مكانها. ممكن نقدم معاها بصل اخضر. يا ويلي انا الاكل دي بحب معاها البصل الاخضر دايما. أبا. ايه الجمال والحلاوه دي. البسله بتقمعيها وتحطها في ميه مغليه بشويه ملح عشان تاخد الخضار والجمال، وبعد كده تسيبها لما تبرد وتكيسيها في اكياس بلاستيكيه جيده الصنعه في الديب فريزر. اما القلقاس بيتجاب ويتقشر، وبعد كده بنغلله ميه، نحطه في قلبيها بشويه ملح برده بعصره ليمون عشان ما يتاكسدش معانا، وبعد كده نعبيه في اكياس بلاستيكيه ويتحط في الديب فريزر. ولكن النصيحه بتاعتي لكل ام بتتابعني عايزه تخزن حاجات لرمضان، عايزه تعمل مخزون من الخضار ايا كان هو، لازم التبريد في الفريزر يكون قوي. يعني ما اجيبش بسله واجيب قلقاس واحطه في الفريزر او اي لحوم او اي فراخ والفريزر عندي ضعيف، على الام يشد يكون نزل السوائل بتاعته او الجوس بتاعته، وكده بنفقد قيمه غذائيه منه بيسود الشكل معانا. فمهم جدا انك انت بتخزني اي حاجه من انواع الخضار انك انت يكون عندك الديب فريزر يكون قوي، دي اهم حاجه في عمليه التخزين، دي نصيحتي طبعا. حلقتنا النهارده فقره تعليميه مع بدايه الاسبوع من برنامج اكله امي. اتفقنا ان بيكون بدايه تدريبيه لكل البنوتة الحلوه اللي بتخش المطبخ والبنات الحلوين. عملنا المافن بشكل وفكر جديد، عملنا طاجن باميه باللحمه الضاني للمبتدئين في المطبخ، عملنا مهلبيه البرتقال والاستفند مع بعض، والسر هنا بشره اليوسفي مع البرتقال، هنا بتعمل كيان تاني مع جوز الهند طبعا والقرفه الناعمه حسب الاختيار. عدل الاكل بتاعنا ده والباميه، شويه رز ابيض مصري حلوين كده زي الفل، واخدين معلقه سمنه بلدي لطافه وبساطه. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.